احنا نعمل عليها في المستقبل. طبعا بما اني اخر المتحدثين في هذه الجلسه فانا هتكلم عن او هاكد بعض التوصيات اللي قدموها الشباب. هتكلم عن بصفتي القانونيه بما اني قانونيه يعني فانا محتاجه اتكلم عن الشكل القانوني وانتهاك الكثير من الاتفاقيات الدوليه بممارسه العنف المائي ضد بعض الدول من قبل دول اخرى واستغلال بعض الاضطرابات السياسيه الداخليه لبعض الدول. خلينا نبدا عن الاجيال القادمه، ايه المشكله اللي ممكن تكون بتواجههم بشكل كبير جدا في ملف شح المياه وندره المياه. يمكن على راس هذه التحديات هو التغير المناخي الكبير بارتفاع درجات الحرارة اللي بطبيعة الحال أدى إلى تبخر العديد من البحيرات العذبة، وكمان بيتطلب مننا إن احنا يكون عندنا زيادة في نسبة المياه اللي ممكن نكون محتاجينها لري المحاصيل الزراعية. أيضا الزيادة السكانية بشكل مستمر بيؤدي بشكل كبير، يعني لو هقارنها بالموارد الموجودة على سطح الكوكب فأنا عندي زيادة سكانية كبيرة جدا، من المتوقع إن احنا نزيد حوالي 100 مليار نسمة بحلول 2050. إذا أنا هنا بتكلم عن عدد مهول في زيادة السكان مقارنة بالموارد الموجودة على سطح الكوكب. كمان بتكلم عن تحدي آخر، وهذا التحدي استحدث علينا مؤخرا وهو استخدام الإقصاء المائي أو العنف المائي ضد بعض الدول ببناء السدود بشكل ينتهك القوانين والمواثيق الدولية بشكل كبير جداً.